بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوي. سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي. ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.